حبيبة هاتي الفيزا بتاعتك. اتفضل، بس هتعمل بيها ايه؟ هقولك بعدين. ايه ده يحيى، انت رايح فين؟ استنى خدني معاك. باي باي، خد انتي مواصلات بقى. يحيى استنى، يحيى اخويا يحيى ده اناني قوي، سابني في الشارع مش معايا اي فلوس، انا كده همشي لحد البيت. انا تعبت من كتر المشي قوي، وكمان خايفه لبابا وماما يزعقولي عشان اتاخرت. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ انت يا بنت كنت فين ده كله؟ المفروض تكوني في البيت من ساعتين فاتوا. ايوه يا بابا، بس يحيى سابني في الشارع وخد كمان الفيزا بتاعتي، فما كانش معايا اي فلوس. انت بتكدبي، اكيد اخوكي مش هيعمل كده. يحيى تعال هنا. ايوه يا ماما، عايزاني في ايه؟ تعال شوف اختك بتقول عليك ايه. اكيد قالت حاجه كدب زي كل مره. لا انا مش بكدب، انت خدت كل فلوسي وسبتني في الشارع. صدقوني دي كدابة، بقى انا اعمل كده في اختي؟ لا طبعا، انت طيب يا يحيى، دي بتكدب. يلا اطلعي على اوضتك. حاضر يا ماما. يا ترى هعمل ايه من غير الفيزا بتاعتي؟ انا لازم اراقبه واشوفه بيعمل بيها ايه. ايه كل الاكل اللي بيشتريه ده؟ وبعدين المطعم ده غالي جدا، اكيد هيستخدم الفيزا بتاعتي، انا لازم الحقه. يحيى بتعمل ايه؟ ايه ده حبيبة، انت ايه اللي جابك هنا؟ يحيى انت كده هتخلص كل الفيزا بتاعتي، رجعها لي ارجوك. لا طبعا، انا ما صدقت خدتها. انا هقول لصاحب المحل ان الفيزا دي بتاعتي. مش مهم انها بتاعتك، المهم اللي هي معايا. ويلا سيبيني علشان جعان قوي. يوه كل سنة وانت طيب يا حبيبي. شفت يا يحيى، جبنا لك هدايا جميلة قوي. شكرا يا بابا، شكرا يا ماما. كل سنة وانت طيب يا يحيى. اخيرا ظهرتي، وطبعا ما جبتيش هدية لعيد ميلادي. ايوه طبعا، هجيب ازاي وانت واخد كل فلوسي؟ ايه ده، انت ما جبتيش لاخوكي هدية؟ خلاص انا هتصرف، هاخد منك هدية بالعافية. رايح فين يا يحيى؟ استنى. ايه ده يا يحيى بتعمل ايه؟ سيب التليفون بتاعي يا يحيى. في ايه بتزعقوا ليه؟ يحيى خد الموبايل بتاعي يا ماما. ايوه يا ماما، هي ما جابتليش هديه، فالموبايل ده بقى بتاعي دلوقتي. لا ارجوك يا ماما، ده موبايلي. بنت انتي اخته الكبيره، وكان المفروض تجيبي له هديه. خد يا حبيبي التليفون وما تزعلش نفسك. انت فعلا يا يحيى متدلع زياده عن اللزوم، انا همشي واسيبكوا. يحيى روح شوف اختك رايحه فين. حاضر يا ماما. انا زهقت من البيت ده بسبب يحيى. استني يا حبيبه. عايز ايه يا يحيى؟ مش عملت اللي انت عايزه وخدت الموبايل بتاعي؟ معلش ما تزعليش مني، وانا جاي هنا اصالحك واعمل لك مفاجاه حلوه قوي. بجد ايه المفاجاه؟ تعالي معايا. ايه يا يحيى وقفت ليه؟ المفاجأة هنا، انزلي يلا علشان نشوفها. يلا يا يحيى فين المفاجأة؟ هي دي المفاجأة، هسيبك هنا. يحيى يا يحيى،
انا مش مصدقه انه ضحك عليا تاني، ده سابني في الشارع لوحدي وفي حته غريبه قوي مش هعرف اروح منها. بس انا غبيه قوي، انا عرفت طريقه الغي بيها الفيزا بتاعتي. انا ممكن اروح البنك واطلع فيزا جديده والغي القديمه، بس الاول لازم اروح البيت. انا خايفه قوي، الدنيا ليل وانا لوحدي. ايه ده، الحاجه اللي كانت في اوضتي راحت فين؟ ايه ده، انت رجعتي بسرعه كده ازاي؟ انا مش مصدقه انك سبتني في الشارع تاني، وبعدين فين الحاجه اللي كانت في اوضتي هنا؟ دي حاجات كانت وحشه اصلا، انا بعتها علشان اجيب فلوس. انا مش فاهمه انت ايه مشكلتك معايا بالظبط. انت تستحقي كده علشان ما جبتليش هديه في عيد ميلادي. ماشي يا يحيى، انا هوريك. انا هدخل الغي الفيزا، يبقى يوريني بقى هيصرف فلوس ازاي. لو سمحت انا كنت عايزه الغي الفيزا بتاعتي. لو سمحت كنت عايز ايس كوفي. اتفضل. انا جربت الكارت مش شغال. انت غبي، جرب تاني اكيد شغال. برضه مش شغال. هات الكارت، انت شغلك مش بتعرف حاجه. انا غلطان اللي انا جيت المحل ده. انا مش مصدق ان حبيبه عملت فيا كده. ازاي تلغي الكارت من غير ما تقولي؟ انا هسرق فلوس من بابا وماما وهقول ان انت سرقتيهم. ايوه كده، انا ذكي جدا. في ايه يا يحيى؟ الرساله اللي انت بعتها دي؟ ايوه يا ماما، حبيبه سرقت كل حاجه في البيت. سرقت ايه يعني؟ ما عرفش، هي كانت شايله شنطه فيها فلوس. انا حاولت اوقفها بس هي ما ردتش، كنت خايف منها قوي لا تعمل فيا حاجه. ازاي حبيبه تعمل كده؟ اهي عملت يا ماما، هنعمل ايه دلوقتي؟ ازيكم، انتوا واقفين كده ليه؟ انت هتعملي نفسك غبيه؟ انت عارفه انت عملتي ايه؟ انت سرقتي البيت وهربتي. ايه ده، انا مش عارفه انتوا بتتكلموا عن ايه اصلا. ايوه اعملي نفسك بريئه، انا شفت كل حاجه يا حبيبه. انت سرقتي كل الفلوس بتاعتنا. ما حصلش، انا ما سرقتش اي حاجه، انا ما كنتش في البيت اصلا طول اليوم. اكيد يحيى هو اللي قال لكم كده. كفايه كدب بقى، انت شايفه اخوكي زعلان ازاي؟ لو انتوا شايفين ان يحيى مش غلطان وانا اللي غلطانه، انا هسيب البيت وامشي. يلا اطلعي بره يا حراميه. انا مش عارفه اعمل ايه، مش معايا فلوس، مش عندي بيت، وكمان الدنيا بتمطر وسقعانه قوي. صاحب المطعم ده كان عارض عليا شغل قبل كده، هدخل يمكن لسه الشغل موجود ويا رب يفتكرني. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك فاكرني؟ انت كنت طلبت مني قبل كده اني اجي اشتغل معاك. انا بسال لو الفرصه دي لسه موجوده ينفع اشتغل؟ ايوه طبعا، انا لسه محتاج حد يشتغل معايا. ماشي، شكرا قوي يا فندم. ممكن ابدا امتى؟ من دلوقتي لو حبيتي. ايه السندوتش ده، طعمه وحش قوي. يا ويتر يا ويتر، فين الويتر اللي هنا؟ ايه ده يحيى؟ ايه ده، هو انت؟ ايه ده، انت شغاله هنا؟ ايوه شغاله هنا، انت بتعمل ايه هنا؟ ايوه علشان كده الاكل طعمه وحش. انت اكيد عايزه تموتيني، انا لازم اشوف المدير. يا مدير يا مدير. خير، في ايه؟
البنت دي بوظت لي الاكل بتاعي. ما حصلش يا فندم، انا مش عايزة اشوف البنت دي هنا تاني، ولو فضلت هنا انا مش هاجي المطعم تاني. حبيبة انت مخصوم منك يومين، يلا روحي شوفي شغلك. الحمد لله الشغل ماشي كويس قوي، وقدرت احوش فلوس عشان اشتري بيت جديد. بس انا بابا وماما وحشيني قوي، انا عايزه اروح اطمن عليهم. انا لازم اروح لهم بعد الشغل النهارده. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ وحشتوني قوي. ايه الشنط اللي معاكوا دي؟ انت كان عندك حق يا بنتي، يحيى هو اللي كان بيسرق كل الفلوس. ايوه يحيى خلص كل الفلوس اللي معانا، حتى البيت مش عارفين ندفع الايجار بتاعه، فهنسيبه ونروح مكان تاني. انا كنت بقول الحقيقه، يا ريتكم كنتوا صدقتوني، ما كانش حصل اللي احنا فيه دلوقتي. بس مش مهم، انا بقى عندي بيت دلوقتي، تقدروا تيجوا تعيشوا معايا فيه. اقف مكانك، انت يحيى اللي بندور عليه بقالنا كتير. بيتك حلو قوي يا حبيبة. البيت حلو يا ماما علشان انتوا موجودين معايا فيه، انا مبسوطة قوي. ويا رب يحيى يتعلم من اللي حصله ويرجع لنا بالسلامة.